دي الشكل. طيب انا معايا تليفون لان محتاجين برضو نشوف الاجواء في بعثه فريق النجم او الاخبار المختصه بفريق النجم الساحلي واستعداد لمباراه الاهلي. انا معايا على الهاتف الاستاذ فهمي البرهومي الاعلامي التونسي والاذاعي التونسي. استاذ فهمي يعيشك، مرحب بيك. مرحبا بك محمد، مرحبا بكافه مشاهدي قناه الاهلي، مرحبا بكل مصر ان شاء الله. اهلا بيك يا فهمي، وطبعا محتاجين نطمن منك ونشوف اجواء المباراه. الاعلامي التونسي كيف رصد الاستعداد لهذه المباراه؟ فريق النجم الساحلي هل بيعاني من غيابات؟ قيد كمان الحارس البديل علاء الدين ايوب في اللحظات الاخيره كحارس بديل لاشرف كارير في مباراه الغد، والاستفاده من نظام الاستبدال بعد قرار الاتحاد الافريقي. كل هذه الاخبار والاجواء الاعلام التونسي بيرصدها ازاي؟ واخر اجواء فريق النجم الساحلي. اكيد محمد، ما يعني المباراه هامه بالنسبه للنادي الساحلي، لكن النادي الساحلي تعرف وضعيته كل ترتيب، وخاصه اليوم بعد فوز الهلال على بلاتينيوم خارج القواعد، يعني غير معطيات المجموعه، لازم يخوض مقابله يعني مش منتخب بالنتيجه، يعني ماهيش ظروف مباراه مثلا نصف النهائي اللي نزل فيها المغرب 6 سنين، يعني اقل ضغط النجم النادي الساحلي ما زالت جوله ثانيه، نجم لازم نحسن فيها امر التاهل، لكن منطقيا لازم ما عندوش تشكيل كبير برشا في المباراه هذه، ينجم يكون قريب من التاهل، والحظوظ متساويه تقريبا حتى الاهلي المصري بالرغم من فوز الهلال، حظوظه ما زالت قائمه وينجم يفوز في المباريات، لكن اللي تحكي على اخبار النجم النادي الساحلي بالفعل نقولوا ان النجم الساحلي استفاد من نقولوا القرار الجديد من الكاف، نجم يعني اول ما نزل القرار هذا بصفه رسميه ومرافق الكاف استغل القرار يراسل بطبيعه الاتحاد الافريقي وحارس على ايوب رسميا حارس ثاني في النجم النادي الساحلي الى جانب الحارس اشرف كرير ومكرم الديري كما تعرفوا اللي هو عنده ورقه حمراء وصعب جدا باش يكون موجود بطبيعه، يعني النجم النادي الساحلي عنده حارس ثاني يستفيد من قرار الكاف. لا ننسى اللاعب سليمان كوليفالي تعرفوه مليح، لاعب سابق في النادي الاهلي باسباب صحيه حسب البليغ من النادي الساحلي يتغيب على المباراه هذه، ماهر الحماشي لاعب الخبره يتغيب على مباراه النجم، اللاعبين اللي خرجوا من حسابات جاريدو اللي نلقاوهم موجودين في النجم الساحلي مثل حمد الاحمر ايضا لا ننسى علي البدريجي، هذا النجم يعاني تقريبا مثل الاهلي عنده مشكله على مستوى القائمه الافريقيه والاصابات، لكن يعني النجم يخوض المباراه هذه باقل ضغط على مستوى الاعلام التونسي متابعه لحظه بلحظه، ولا خاصه قرار الكاف الحقيقه القرار اللي قرار اللي يخدم مصلحه انديه ما يخدمش مصلحه انديه اخرى انت والوضعيه، لكن النجم استفاد من القرار هذا تقريبا، هذا ابرز ما تم تناوله في الصحافه التونسيه، وانه النجم الساحلي يعني يدخل المباراه دون صعوبات او مشاكل اللي تنجم تعرق له مع النجاح. تمام فهمي، برضو سؤال اخير، هل الترجي برضه هيكون فيه اوجه الاستفاده زي النجم الساحلي هيستفيد بقاعده الاستبدال، ولا الترجي وضعه مختلف عن النجم؟ الترجي يمكن الاستفاده من قرار الاستبدال لكن باقل درجه من النجم الساحلي، النجم عنده الامكانيه انه يمشي يغير 4 لاعبين يعني يغير حارس المرمى ومازالوا 3 اماكن ينجم يغير فيها، وعنده يعني تقريبا النجم الساحلي من اكثر الفرق اللي تنجم تستفيد من قرار الكاف. بالنسبه للترجي ما عندوش يعني تغييرات كبيره، يمكن اكثر لاعب موجود في تشكيل الترجي وما لعبش اللي هو يوسف الشبالي موجود ضمن قائد اللاعبين اللي يلعبوا في كاس افريقيا ولكن ما لعبش، فيبدو انه ممكن يتم استغلال متدرب جديد لاعب من جوميه اللي تم انتدابه من الجزائر لازم يكون يدخل القائمه الافريقيه، يعني الترجي اقل درجه استفاده من القرار نتاع الاتحاد الافريقي لكره القدم. الله ساعدتنا بحل كابتن شريف. طب ليه سؤال لك يا فهمي، اتفضل كابتن شريف. استاذ فهمي مساء الخير. كابتن شريف عبد المنعم معاك يا استاذ. اهلا بيك كابتن. احنا سعداء اولا بحل مشكله الحارس البديل. كابتن مطمعتك السكه مش واضحه. احنا سعداء جدا بحل مشكله الحارس البديل في عمليه الاستبدال، يعني كروح رياضيه اكيد. اكيد انه النجم الساحلي الجريد يعني صعب جدا تدخل مباراه كره قدم وانت عندك لاعب حارس مرمى اساسي وما عندكش لاعب بديل، وممكن حتى في تخمين في تفسير المدرب جريد وحل. لا انتوا هنا الو فقدنا الاتصال. فقدنا الاتصال بس رسالتك وصلت. كان ما يعني رسالتك وصلت لازم عشان ولو ان في ناس كتير هتختلف معاك في هذه الجزئيه. لا ما استحاله حد يختلف اهلاوي معانا في الموضوع ده يعني. تمام يعني صعبه جدا يعني. طيب طبعا هو قال لنا كلام مهم جدا، قال ان طبعا في غياب